السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي 24 ساعة رياضة في كل مكان. أهلا بكم ولايف جديد وتغطية أخرى لمباريات مونديال قطر 2022. المونديال يفتح أبوابه بالإثارة والقوة والندية والمتعة. كنا على موعد مع لقاء أوروبي خالص، لقاء يعني يعتبر كده من اللقاءات الكلاسيكية في أوروبا ما بين فرنسا والدنمارك، والنهاردة شفنا مباراة فيها قوة بدنية كبيرة جدا والتحامات في غاية القوة، وشفنا فيها أرقام قياسية هنقولها لحضراتكم. لكن قبل ما نبتدي في كل هذه التفاصيل والإحصائيات الخاصة بالمباراة، حابين نقول كمان إن احنا هنقول لكم في الفيديو ده إزاي ممكن منتخب تونس يصعد من المجموعة دي اللي أصبحت مجموعة معقدة، وإزاي زي الفوز بتاع فرنسا ده هيدي امل لمنتخب تونس في الصعود، والامل ده هيكون ازاي ومطلوب من منتخب تونس ايه في المباراة اللي جاية علشان يقدر يصعد للدور الجاي. الصراحة يعني قبل اللقاء كل الناس كانت متوقعة انه المباراة تمشي في اتجاه معين، والاتجاه ده هو فوز منتخب فرنسا، وبالفعل حدث ذلك، لانه الفوز ده كان هيدي دفعة معنوية كبيرة للمنتخب التونسي في المباراة القادمة، خصوصا لو منتخب فرنسا يعني لعب بالصف الثاني، او ديدييه ديشامب المدرب الفرنسي ريح لعبته الاساسيه ولعب بالصف الثاني امام المنتخب التونسي، وده وارد جدا يحصل. طيب فرنسا النهارده بدات ازاي المباراه؟ خلينا نبدا الاول بتشكيله منتخب الدنمارك. بدا بكاسبر شمايكل في حراسه المرمى، قدامه كريستينسن واندرسن ونيلسن ومهايلي، في خط الوسط اريكسن واويبرج، في قدامهم ليندستروم وديفيست فارد وكورنوليس في خط الهجوم. منتخب فرنسا خد تشكيلته الأساسية النهاردة، نزل بيها ديدي ديشامب بالقوة الضربة. بدأ بهوجو لوريس في حراسة المرمى، قدامه أوباميكانو وفاران، وعلى اليمين كوندي، وعلى الشمال هرنانديز، سيو هرنانديز طبعا نجم الميلان، وقدامهم رابيو وتشاوميني، ومعاهم عثمان ديمبلي وأنتوان جريزمان وكيليان امبابي وأوليفيه جيرو. خلينا أقول لكم الإحصائيات بتاعت المباراة سريعا. طبعا النهاردة منتخب فرنسا استحوذ بنسبة 48%، لكن المنتخب الدنماركي استحوذ بنسبة أكبر شوية، استحوذ على الكورة بنسبة 52%. إجمالي التسديدات 10 تسديدات لمنتخب الدنمارك، منهم 2 بس فقط على المرمى، منهم طبعا الهدف اللي سجله كريستينسن. أما منتخب فرنسا 17 تسديدة النهاردة، لكن منهم 10 تسديدات على المرمى. يمكن طبعا الأهداف المتوقعة مطلعة أن منتخب فرنسا كان النهاردة يتوقع ان هو يسجل اكتر من 3 اهداف في هذه المباراة. طيب التسديدات اللي خارج المرمى 6 لفرنسا و6 للدنمارك، التسديدات اللي تم اعتراضها من المدافعين 8 تسديدات لفرنسا و2 فقط للدنمارك. الفرص الخطيرة النهاردة 4 لفرنسا وفرصة واحدة خطيرة لمنتخب الدنمارك. الضربات الركنية 6 ضربات ركنية منتخب فرنسا، 4 فقط للدنمارك. الكور اللي جت في القائمين والعرضة كرة واحدة بس كانت لمصلحة منتخب الدنمارك. والعرضيات العرضيات اجمالي العرضيات النهارده منتخب فرنسا 20 عرضيه، منتخب الدنمارك 16 عرضيه، حالات التسلل 1 لكل فريق، والركلات الحره او الفاولات 9 لصالح منتخب فرنسا، 4 لصالح منتخب الدنمارك. الشوط الاولاني كله عدى عادي، عدى وانتهى 0-0، لكن بدايه من الشوط الثاني بدات الفرص الخطيره تبان، وبدا ضغط المنتخب الفرنسي يؤتي بثماره لحد ما كيليان مبابي سجل الهدف الاول لمنتخب فرنسا في الدقيقه 61. لكن المباراه اتقلبت بعدها بسبع دقائق بالظبط، كريستينسن بيحرز هدف التعادل لمنتخب الدنمارك ويكثف منتخب فرنسا من الضغط بتاعه علشان يلاحق المنتخب الدنماركي ويضغطه في نص ملعبه. والحقيقه ان التغييرات كمان اللي عملها ديشامب النهارده اثرت بشكل كبير جدا في المباراه، وقدر كمان كيليان مبابي بالحلول الفرديه والمهاره العاليه انه يسجل هدف قاتل في اللحظات الاخيره وفي الدقائق الاخيره عشان يقتنص فوز مهم جدا جدا النهارده للمنتخب الفرنسي للديوك، اللي شكلهم كده ناويين وبيقول لكل الفرق احنا جايين علشان نحافظ على اللقب اللي خدناه في 2018. طيب موقف المجموعة دلوقتي كالتالي، منتخب فرنسا خلاص صعد للدور الثاني، للدور ال16 بقى عنده 6 نقاط.
طيب مين التاني؟ منتخب استراليا. النهارده الفوز على تونس، النهارده لو كانت تونس بس كانت اتعادلت مع استراليا كان هيبقى فرصتها كبيره جدا في الصعود، خصوصا زي ما قلت لكم ان منتخب فرنسا هيريح جزء كبير جدا من الاساسيين وهينزل بالصف التالي امام المنتخب التونسي. لكن النهارده طبعا تونس خسرت في مفاجاه كبيره امام استراليا 1-0. اذا المنتخب الاسترالي عنده 3 نقاط، هيواجه مين؟ هيواجه المنتخب الفرنسي، المنتخب عفوا الدنماركي في اخر مباراه. اما المنتخب التونسي يحتاج الى فوز على منتخب فرنسا علشان يرفع رصيده الاربع نقاط، وبالتالي منتخب استراليا اذا تعرض لهزيمه من الدنمارك او تعادل منتخب تونس ممكن هو اللي يخش مع منتخب فرنسا ويصعد ويقتنص بطاقه الصعود. الحقيقه انه موقف معقد، لكن الحقيقه انه منتخب تونس لا بديل ليه عن الفوز، هي فرصه واحده بتلعب عليها وتقاتل عليها. وانا بقول لكم منتخب تونس هيظهر بوجه مغاير تماما امام منتخب فرنسا ان شاء الله باذن الله في المباراه القادمه في الجوله الاخيره. ماتش الدنمارك واستراليا هيكون ماتش ناري، لانه ممكن اي فرقه فيهم تخلص بدري بدري وتكسب الفرقه الثانيه، وبالتالي هي اللي هتكون حاطه رجليها في الدور الثاني، دور ال16 باذن الله. يعني كده منتخب استراليا دون النظر لاي نتيجه اخرى يحتاج الى فوز على المنتخب الدنماركي. اما في حاله التعادل هيبقى عنده 4 نقاط وينتظر مواجهه تونس وفرنسا. اذا فازت فرنسا خلاص يبقى استراليا صعدت، واذا فازت تونس يبقى تونس هي اللي ممكن تخش مكان الدنمارك واستراليا. ده الموقف المعقد في مجموعه تونس. كل التوفيق لنصور قرطاج ان هم يظهروا وجه حقيقي وقوي في المباراه المقبله امام المنتخب الفرنسي اللي ممكن جدا يريح جزء كبير من لعيبته في المباراه القادمه امام تونس عشان نستعد كويس للدور الثاني، دور ال16 في مونديال قطر 2022. ده كان ابرز ما لدينا في مباراه الدنمارك وفرنسا. ان شاء الله انتظرونا في لايفات اخرى وتحليلات اخرى لمونديال قطر ومجموعات المونديال ومباريات المونديال. كنت معاكم محمد ابراهيم، اشوفكم ان شاء الله، الى اللقاء.